تأكيد من قبل قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة على جودة شبكات الصرف الصحي في البلاد وفق المعايير البيئية والدولية. معرض وزارة الأشغال العامة استعرض تلك الإنجازات بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة علي العمير. المعرض كان يستعرض المشاريع والمرافق التابعة للهندسة الشؤون الصحية والمشاريع هذه هي تعتبر الأهداف التشغيلية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية المنبثقة من خطتنا الاستراتيجية ولتحقق لنا رؤية وهي بنية تحتية صحية مستدامة وفق المعايير العالمية. توقيع عقود تطوير محطة مشرف بإشراف هندسي عالمي. محطة مشرف طبعا تم الانتهاء من العقد السابق اللي هو عقد التأهيل وتشغيل وصيانة، والآن احنا بادين في عقد جديد يتم تشغيل وصيانة المحطة فيه من خلال شركة عالمية او عقد عالمي، والمحطة تشتغل in good operational condition وما في اي مشاكل لحد الآن ولله الحمد، والامور تمشي وفق المعايير المطلوبة. 80 مليون دينار كويتي رصدت لتطوير شبكة الصرف الصحي للعام المقبل. السنة الجاية إن شاء الله بحدود 80 مليون تقريبا، هذه مشاريعنا إن شاء الله. عندنا دي 3 هذا هو المفروض قيد إن شاء الله التوقيع، في عندنا الدي 1 المناقصة على الدي 1 اللي هو خط المياه المعالجة مع البايبات، وهذه راح توصل على مزارع العبدلي والوفرة إن شاء الله. في عندنا مشروع الخط الرئيسي مال اللي يربوك قرطبة والسرة، ويشمل مناقصات كمان عندنا في المناقصات اللي هو 188 و189، هذه إن شاء الله. وعندنا التلمنتري المناقصة اللي هي 157، هذه هم مناقصة إن شاء الله راح تكون قيد التوقيع بحول الله. رؤية بيئية وصحية تسعى إليها وزارة الأشغال العامة في تطوير شبكات الصرف الصحية وفق أحدث الإمكانيات ومعالجة كل المعوقات. أحمد المسعودي، للتلفزيون المجلس.